نروح بقى لأخبار نادي الزمالك، وحرص محمد أبو جبل لحارس مرمى نادي الزمالك على الاعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن ظهوره في أكثر من برنامج دون الحصول على إذن من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق أو كمان من مجلس الإدارة. أبو جبل أكد لمجلس الإدارة أنه ما كانش يقصد تخطي مجلس الإدارة وأنه متقبل لأي عقوبة من جانب المجلس. وكشف أبو جبل لمجلس الإدارة أنه لم يوقع لأي نادي في الفترة الأخيرة، وأن الأولوية عنده بالنسبة باله للنادي الزمالك في التجديد. كمان بالنسبة لأخبار الصفقات الخاصة بنادي الزمالك، وضع مسؤول الاتحاد السكندري شروط جديدة للموافقة على انتقال هشام صلاح للزمالك، وكشف مصدر في الاتحاد أن النادي بيرغب في شراء محمود شبانة ومحمد عبد السلام بشكل نهائي، خاصة وأن الثنائي معارين من الزمالك للاتحاد، وأن هذا الأمر سيسهل من انتقال هشام صلاح للزمالك. وشهدت الأيام الأخيرة بعض المفاوضات لحسم الصفقة، ورشح نادي الزمالك رزاق سيسيل الدخول في صفقة تبادلية، لكن الأمور لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن. وأكيد الحديث مطول على مدار الفترة اللي فاتت وكمان الفترة اللي جاية متعلقة بميركاتو الموسم اللي جاي أو ميركاتو الصيف، وكلنا أكيد هنكون بنتابع عن قرب كل التطورات اللي هتكون بتحصل من خلال الصفقات اللي كل مجالس الإدارة مستعدة تكون بتبرمها من أجل بإذن الله موسم قادم أفضل بالنسبة للجميع. كمان تلقى عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك عدد من العروض خلال الأيام اللي فاتت من أندية في الدوري المصري، حيث دخل مسؤولي فيوتشر والجونة في مفاوضات جادة لضم اللاعب في نهاية الموسم الحالي. وبيذكر أن عمر السعيد بينتهي عقده مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم التجديد معاه من عدمه حتى الآن. ايضا بيختتم نادي الزمالك استعداداته اليوم لمواجهه الاتحاد السكندري في المباراه المقرر ليها بكره الثلاث ضمن الجوله ال15 لبطوله الدوري العام. وكان فيريرا المدير الفني للزمالك قد حرص على مشاهده العديد من مواجهات زعيم الثغر السابقه للوقوف على نقاط القوه والضعف وكيفيه تعطيل خطوره الفريق السكندري مع استغلال نقاط الضعف من اجل تحقيق الفوز والعوده الى القاهره بالنقاط الثلاثه من اجل تامين صداره جدول المسابقه. وأعلن فيريرا قائمة الفريق لهذه المباراة حيث جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية، خط الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي. نروح لخط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف رؤى، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، رزاق سيسي، سيف جعفر. أما عن خط الهجوم: سيد عبد الله، سيف الدين الجزيري، وعمر السعيد.